السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو متاع اليوم باش نحكيو على حديث الشارع الرياضي، وهو التحدي الجديد اللي قامت به إدارة النادي الفريقي مع الجمهور متاعها، وهو لطخة الخمسة مليارات في 5 أيام، يعني بمعدل مليار في كل يوم. واليوم أول نهار في اللطخة. اللطخة متاع اليوم أقل ما نجم نقولوا عليها نقطة فاصلة، أقل ما نجم نقولوا عليها أهم نقطة وأهم مرحلة في تاريخ النادي الإفريقي. الحديث ينسيبه ينخيبه، يرجعوا النادي الإفريقي الحجم الحقيقي، يرجعوا النادي الإفريقي كل موسم يلعب على الألقاب، يلعب على المراحل الأولى، يلعب على كاس تونس، يلعب على بطولة تونس وفي الأفريق أقل القليق، كل موسم يشارك في الكأس الكونفدرالية الإفريقية اللي بدأت اليوم يلزمها تنجح، على خاطر باش النجم نخلطوا الفريق متاعنا على الأندية الكبيرة في تونس، النجم نخلطوه نرجعوه الحجم كيما الترجي الرياضي التونسي، كيما النجم الرياضي الساحلي، كيما النادي الصفاقسي. الفريق متاعنا لو كان تنجح اللطخة اللي بدأت اليوم النجم ونرجع ونعاودوا نعملوا انتدابات صحيحة، على خاطر بالحق فضيحة في حق النادي وقت اللي يخرج علي علول ويكون صريح والحق معاه، يقول الموسم القادم الفريق متاعنا رانا ما نكذبوش على الأحباء متاعنا، ما نجموش نعملوا انتدابات. كيف علي علول يصرح ويقول الموسم القادم النادي الإفريقي باش يتعاقد مع ملعبية فانت كونترا، يعني فريق في حجم النادي الإفريقي، فريق في قيمة النادي الإفريقي يتعاقد مع ملعبية، الجمعيات متاعهم عاش حاجتهم بهم، يتعاقد مع ملعبية باش يكمل بهم الإفكتيف اللي هو ناقص بطبيعته. كيفاش باش النجم نقولوا احنا للإدارة متاعنا الموسم القادم يلزم تلعبوا على المراتب الأولى بملعبية باش تجيبهم واللي هما فانت كونترا واللي هما ما ينجموا يقدموا حتى شيء للنادي الإفريقي بالملعبية، لو كان ما تنجحش اللطخة هذه راهم ما نجموش نلعبوا بهم المراتب الأولى. وهذاك علاش قلنا اللطخة هذه بقدرة ربي يلزمها تنجح باش نجيبوا ملعبية في حجم النادي الإفريقي، باش نجيبوا ملعبية نجموا نراهنوا بهم الموسم القادم على المراتب الأولى، وعلاش لا على البطولة كيف ما كانت تعمل النادي الإفريقي في السنة. وهذاك علاش من الأول قلت يتصيب يتخيب، يتصيب ونرجعوا الفريق متاعنا الحجم الحقيقي، يتخيب لا قدر الله واللي عملناه الكل يتيح في الماء. كيف اللطخة هذه راهي ما هيش مشابهة للطخات الأخرين اللي عملناهم الكل، عملنا لطخ وعملنا اثنين وعملنا لطخة المحامين وعملنا لطخة الدراشنوة وبعنا المراول وشرينا المراول وشرينا التكيات، ولكن اللطخة هذه مغايرة تماما. اللطخة هذه هي اللي باش ترجع الفريق الحجم الحقيقي. اللطخات الأخرين اللي عملناهم مع عبد السلام اليونسي كانت 70-75% من الفلوس اللي دفعناها ماشية في غير محلها، وهذا يرجع لسوء التصرف، يرجع للفساد، يرجع للنهبة ويرجع للسرقة اللي كانت تتمارس فيها لدارة قديمة وعلى رأسها عبد السلام اليونسي. ولهنا نفتح قوس على عبد السلام اليونسي، من الأول علي علول وش قال بالضبط؟ قال عادنا الفلوس وباش تجينا الفلوس، ولكن لو كان يقعد مبلغ بسيط نكلموا الجماهير متاعنا باش يكملوه. من 13 مليار اللي مسالة فيها من النادي الإفريقي المبلغ بسيط قد ايه باش يكون مليار وإلا زوز، ولكن توا تبدلت اللغة وليت 5 مليارات، ومن الأول ما عادش الآخر وقت اللي نستحقوا فلوس. علاش؟ على خاطر عبد السلام اليونسي المعلومة اللي وصلت له قال للإدارة الجديدة نعطيكم مبلغ باهي تقريبا 3 وإلا 4 مليارات وتبيضوا لي الصورة متاعي، على خاطر عبد السلام اليونسي ولا ثم ضغط كبير عليه من إدارة النادي الإفريقي والمحاكم، على خاطر مش لاهية بيه توا 100%، ولكن عارف أنه باش ترجع له الإدارة الجديدة وباش تكشف له أوراقه والكل وباش تقاضيه عند المحاكم. كيف ضغط كبير عليه من جماهير النادي الإفريقي اللي موجودة في تونس الكل، وهذا أثر عليه في حياته الشخصية. حب واقترح على الإدارة قال نعطيكم مبلغ وتبيضوا لي الصورة متاعي. ممكن نقول من الأول الإدارة الجديدة وافقت على الاقتراح اللي اقترحه عبد السلام اليونسي، ولكن من بعد قالت ما يجيش الشيء اللي باش نعملوه، ومن اليوم ولا غدوة باش يسمع الجمهور متاعنا بالشيء اللي عملناه، ووقتها يولي الجمهور يحطنا في سلة واحدة احنا وعبد السلام اليونسي وسلة الفساد. وهذاك علاش من الأول علي علولو قال يمكن كان قصنا مبلغ بسيط يكملوا النادي توا ولا 5 مليارات
من الاول ما عادش من الاخر. قال لو كان تنجح لطخه الخمسة مليارات وباذن الله باش تنجح اللطخه هذه على خاطر ما يصعب حتى شيء على النادي الافريقي. شفنا الشيء هذا في اللطخات السابقه. علاش قلنا احنا باذن الله لو كان تنجح اللطخه هذه النادي الافريقي باش ينتقل من بالي الى بالي، من مرحله الى مرحله؟ سهله برشا الحكايه، على خاطر اقل ما نجم نقولوا عندنا اداره ناجحه، اقل ما نجم نقولوا عندنا اداره نظيفه. اللي وصل له النادي الافريقي توا من فريق في مرحله الذهاب عنده 8 نقاط ويلعب على تفادي النزول باتم معنى الكلمه الى فريق في مرحله الاياب عنده 33 نقطه، وصل ديمي فينال كأس تونس وينجم بنسبة كبيرة باش يتحصل على كأس تونس ويترشح الموسم القادم الكأس الكونفدرالية الإفريقية. الفضل أول حاجة يرجع ربي سبحانه ثم للإدارة هذه، على خاطر الملعبية اللي توا يلعبوا مع النادي الإفريقي وصلوها للدومي فينال وبإذن الله الفينال ويهزوا الكوب كانوا موجودين مع عبد السلام اليونسي، ولكن ما عملوا حتى شيء. كي جات لدارة جديدة هيئة الظروف المناسبة، هيئة ظروف النجاح، وهي راهي ما عندها حتى شيء، لا عندها فلوس، لا عندها ملعبية، لا عندها رفع الانتداب، كل شيء ضدها. ولكن بالتصرف الحكيم متاع الإدارة هذه شفنا النادي الإفريقي المستوى اللي وصله توا. يعني الخمسة مليارات بإذن الله لو كان توصل في يد الإدارة الجديدة راهي تعرف وين باش تحطها، ما هيش باش تمشي فلوس منا وفلوس من هنا. خمسة مليارات هذوما باش نسكروا بهم ثلاثة ملفات مهمين ومهمين جدا، على خاطر تصوروا انتوما الموسم القادم كنا يعني نفكروا باش نلعبوا على المراتب الأولى، نفكروا باش نهزوا كاس تونس ونمشي ونلعبوا لأفريق، نلعبوا كأس الكونفدرالية الإفريقية ونرجعوا اسم تونس في إفريقيا. نلقاو رواحنا لا قدر الله ما تنجحش اللطخة هذه، خصم 6 نقاط وإلا 7 ولا 10 نقاط مانيش عارف بالضبط. يعني النادي الإفريقي الموسم القادم يلقى روحه ناقص له 6 ولا 10 نقاط، يعني يرجعوا للملعبية متاعو ديموراليزي، وهذا راهو باش يأثر على تاريخ النادي. وبإذن الله عندي ثقة كبيرة في جمهور النادي الإفريقي في تونس وفي خارج تونس. وفي الختام نختم بالصورة هذه واللي تداولت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي جمهور النادي الإفريقي في أول نهار في اللطخة معاهم محب طفل صغير من جمهور الترجي الرياضي التونسي. والصور هذه اللي نحب نشوفوها على عكس ما يتداول ويقول لك جمهور النادي الإفريقي مش باهي وجمهور الترجي الرياضي مش باهي، وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم تصير برشا مشاكل. لا، نقول هارانا أخوات، جمهور النادي الإفريقي جمهور الترجي الرياضي التونسي نلقاهم في حي واحد، نلقاهم في حومة بركة، نلقاهم في دار بركة، أصحاب وأخوات، وفي الدنيا الكل موجود جمهور النادي الإفريقي وجمهور الترجي الرياضي التونسي. صحيح في الكورة ثم تنبير، صحيح في الكورة ساعات كتاء الترجي الرياضي التونسي ما نحبوهاش تنتصر، أكيد في تونس، أنا خارج تونس نحب الترجي الرياضي التونسي ينتصر، كيف جمهور الترجي الرياضي التونسي ما يحب الجمهور النادي الإفريقي ينتصر في تونس. ولكن راني نعاود نقولها في الأخر، نقعد أخوات ونختموها في كيف في كل أي فيديو، الإفريقي تعيش.